شهدت مدينة العلمين ماراثون أكبر سباق للسيارات في منطقة الشرق الأوسط على حلبة 111 ضمن فعاليات مهرجان العلمين. فعاليات السباق نظمت خلال الفترة من 17 وحتى 20 من أغسطس الجاري، وتعد هذه الحلبة أحدث حلبات سباقات الكارتينج في مصر، وهي معتمدة من نادي السيارات والرحلات المصري، وجاري إعدادها لتصبح حلبة سباقات كارتينج إقليمية ودولية معتمدة من الاتحاد الدولي، وبالتعاون والشراكة مع الحلبات المعتمدة من نادي السيارات في مصر. وشهد هذا السباق مشاركة أكثر من 500 متسابق في البطولة التي تأتي ضمن فعاليات عديدة يشهدها مهرجان العالمين الذي جاء تحت عنوان العالم عالمين في نسخته الأولى التي انطلقت في منتصف يوليو الماضي. زي ما تابعنا مع حضراتكم، ده كان جانب من فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الأولى، والاستضاف بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، وده كان وسط حضور جماهيري كبير. كان من بينها سباق الرالي بالصحراء المفتوحة بمدينة العالمين بمشاركة العديد من سيارات الدفع الرباعي ومجموعات من الفرق الخاصة بالراليات. كمان كان فيها فعاليات لبطولة منافسات فئة الدريفتات بحلبة 111 وسط جمهور كبير من محبي رياضة السيارات في مصر.